السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة وتفاصيل اختفاء لاعبين جزائريين في ألمانيا. أتمنى من أخوتي وضع اللايك والاشتراك في القناة وشكرا للجميع. أثار خبر فرار لاعبين اثنين من المنتخب الجزائري لكرة اليد في ألمانيا جدلا على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر في حادثة متكررة في الأوان الأخيرة. اللاعبين من دول شمال إفريقيا أثناء مشاركة منتخب بلادهم الرياضية في دول أوروبية. ويواصل المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد أقل من 21 عاما مشاركته في منافسات كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في ألمانيا. الاتحاد يؤكد ويوضح حيث أن أكدت رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كريمة طالب خبر فرار لاعبين اثنين من المنتخب الوطني وذلك بعد وصول بعثة المنتخب إلى ألمانيا للمشاركة في مونديال كأس العالم لكرة اليد لأقل من 21 سنة. وأوضح الطالب في تصريح لموقع أمريكي إن البعثة الجزائرية في ألمانيا سجلت اختفاء اللاعبين في صفوف الفريق وقامت بإبلاغ السلطات في الجزائر والشرطة الألمانية المختصة إقليميا. وأضافت إن اللاعبين تركا متعلقاتهم الشخصية كافة في غرفتيهما بالفندق تفاديا للفت انتباه زملائهم ومسؤولي البعثة، مشيرة إلى أن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تنتظر نتائج تحقيقات السلطات الألمانية في الحادثة. ورجحت مصادر إعلامية ألمانية تناقلت خبر الفرار أن تقدم اللاعبين الجزائريين في منتخب كرة اليد للشباب بطلب اللجوء. وكشفت رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كريمة طالب عن هوية اللاعبين وهما اللاعب نور الدين البالغ من عمر 21 عاما واللاعب شايب عدنان البالغ من عمر 19 عاما. ما رأيكم؟ يعتبر سامي أن فرار اللاعبين أفضل من الهجرة عبر البحر على متن قوارب وصفها بقوارب الموت والتي حصدت مؤخرا عشرات الأرواح. طبعا هذه بعض المغردين الذين يكتبون في هذا الخبر أو الذين يتناشرون هذه الأخبار في منصات التواصل الاجتماعي. ما رأيكم أنتم؟